يسرى بنت بنتي وعزيزة عليا وبنتي سعاد تبارك الله عليها درية مرضية وزوينة في الأخلاق ديالها وتبارك الله اللهم لك الحمد زعما عندي واحد البنيتات زوينين وكنتمناهم لكل مواطن مغربي ولكن دابا المشكل وهي عرضوا عليا ملي عرضوا عليا جيت لقيتهم دايرين عشية حطوا لي داك كاسكروت انا كنتسنى العشاء كيما مولف قالك راه ما كاين عشاء دا ولاش ولكن انا درت لك العشاء ولا لا انا لا داكشي ما كافينيش انا شوفي اه خصك انا راكم عارفين الدخل دابا المشكل انا خصني نمشي نعاود العشاء نمشي دابا تهضر عندي لا 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 درت لك العشاء سيدي وطلعت فيك انت راني عقلت قبايله قلت لك اودي انت اللي شردتي لي الطوموبيل اه وانت اللي هربتي لي من الرابعه قولي كيفاش عاودي انا راني نسيت لا لا هي شردت لك الطوموبيل لا هو دابا راه كيعاود لك اسمحوا لي المتتبعين دابا الوالد ديالي بداها لكم من التالي هو راه كيعاود لكم على القصه ديالو مع يسرى واحد النهار واحد الطوموبيل كانت مازال جديده سميره 10 دبل في هو حطها في الباب الدار كان سايقها هو حطها في باب الدار وهي كانت عمرها شي 6 سنين هبطت دات واحد شدت واحد هذاك سميتو يا جورا يا جورا يا جورا مهرسه بحال دايره بحال دايره بحال داك سميتو بحال الموس دايره بحال الموس ديك الياجورا بقات كديرو هكا شرطتها كامل لا كنت سعاد سكتي خلي يسرى تعاود شنو رسمت فيها كنت كنرسم فيها الرايه ديال المغرب زعما الرايه المغرب تشرط على خاطرها ايوا خرج فيها بوها سيدة شرطات الطوموبيل جديدة عرفتي شنو غادير معاها شنو غادير مع يسرى ما بقيت نهار ما ندير تلفونية كاع لا يسرى اللي خصها تعاود كي دار لها قولي با سيدي قولي للمشاهدين جري عليها وكيتحمل موراها قولي لهم كيفاش وقع عندنا انا با سيدي هانتم فاش خرج داك الطوموبيل هذيك قاني قال لي طلعي طلعي السطح وقدي راسك فلقة فلقة تجيب العصا جاب واحد العصا فيها مسامر وبقى عليا بس انا ملي هربتي من الكاتريام هبطتي هذيك قصه اخرى عاوتاني هو كان كيبني وانا عارفه الصغير العقل الصغير ودابا هو عاد كيبني في الرابعه ايوه انا مشيت حرقت له حرقت لك الخناشي ديال الرمله حرقتهم كاملين بقاو يشرشروا بقاو هابطين يضربوا الرمله ايوا راه يدك على الكعبة المهم يسرى يسرى الشغب وهي بقات هربة ليا الدروج وانا برفقة سبعتها الساعة اللي خرجنا على برا قدام الحانوت انا دابا عندي سميتها زلقت بيا في عز الليل كنجي مازال عاقلة عليك انا خارجة باللحفة كان ديك الساعة الايام ديال 27 خارجة باللحفة وكان المهم ما كتقبضش خارجة شتي ديك الساعة عارفة حجر وانا خارجة باللحفة هو دابا السيكلات كانت كيسيق يمكن الحانوت وكان ديك الساعة الماء وانت صحتي وانا كنصحت عرفتي واحد صحتها شي 3 متر ومشيت ولاني عييت فيها جي ومنعت لي ولكن بقى عاقل بقيتي عاقله ليها واه ما مرات تنسى شنو ما عرفتش بلا وهي هربانه ما مرات لا اذا وصلت فيها اللي كتعاود لنا كيقال لها طلعي السطح غادي يجيك انا جاي قول امي انا عمرني ما درت لك شي حاجه احيانا عليك انت ما مرات درت شي حاجه برافو عليك غير ما كتسخرها تجيب الخميره كتمشي تشري باستا هي ضروري ضروري كندوزو شي حاجه في حياتنا ماما مشات واحد النهار تعجن
بدا الغلا يسخن ما مشات ما بقاتش الخميره. قلت له اليوسف سجيب لي الخميره. يوسف سجيب لي الخميره. قولي لي انا الطوموبيل عندك الحي مزيان؟ لا انا العساس هكا كاين. ياك انا العساس في الباب. ايوا مشي في طاس خويا يجيب لها الخميره تحط طلع عليها حيدت الغلاي من فوق البوطه الصغير. ايوا جلست على الغلاي جلست على البوطه وقلت لك تروح جلست على البوطه جلست على البوطه نضت الكويه على بوصف نضت لاصقه في البوطه. لا صافي دابا با سيدي غادي يمشي غاتمشي غادي يمشي نروح صافي يلا با سيدي الله يهديك على خير وماما غادي تبس معانا غادي نيت انا معاك على لا يسرى يا كان بعد عمري ما درا بصك وخلاص حشا كينان الياس كينان الياس كينان الياس تمشي عندها لدارها ان شاء الله وتولد وليداتها وتفرح بالميمه. اول حفيده هي عندي هذه خليها هي لاله يسرى خليها تحل با تعرضت له بالكاميرا. السلام عليكم الكاميرا يا بارد خليك ليا با جاي سكوتر هو السكوتر ديالو وجايب لي هاد تما جايب شوف هاد تما الوالد ديالي مسكين ديما بحال معايا ديما جايب لي تشيل ولا تسبع بالضو. ايوا صافي حنا عطلت علينا خليتينا ما تخلعت عليك كنت كنقطع من الحلف اللي بصح. وفين هو العسل؟ هو العسل خليه على ما يختر لان بحال بحال الزيت تا هو صافي عاد ان شاء الله نهزوه كدا واللي يبقى لتحت يبقى واللي ولا لا جيب لنا العسل باش ندوزو رمضان. لا لا ماشي بزاف ماشي شويه غير شويه نتهلاو فيه غير الحلاقم ياك داوي داوي الحلاقم ديالك غير الحلاقم حنا اللي علينا حنا جينا شنا لكم في الهواشه. ايوا شكرا على خطك مرحبا بك علاش دير ريجيم جيبي له كيشي معقول خليني حتى ل طيب حتى العشاء هادشي ما يدير لك والو هاكا هاكا ورا مقسمي وصاي البركه بسم الله يلا كل بسم الله باش عرفتي بان هاد الحفيدات كنتمنى مع عند كل واحد ان شاء الله ربي يفرحوه ويعطيه حفيدات بحال هكا مازالين صغارين وزوينين وظريفين. انا هاكا تجي عندي وسرك نقول لها عمري لي اتي كتعرف تبارك الله شتي شي ردي عليك. ايوا تعدات كون انا غير غيرها اللي صدقان انا عندي الله يرحمها كتدي لها حتى وتحنا هي درويشه معانا كلشي مزيان. ايوا سمحوا لنا المتتبعين هانتوما كيما شفتو هادي هي العرضة الوالدين ديالي يقبلو عليا بارك الله ما يديمهم علينا الله ان شاء الله يقبلو عليك ياكي الله يجعل كل واحد عنده وليدات انتي راكي عندي ريجيم راه متتبعين مش عارفين خصك ديري ريجيم. لا ما تخافيش راكي شتي انت كتقرا بحالي انا دابا ديال الريجيم حاطة لي هاد الخيرات انا ما بقى ريجيم باغي تقتلني لا 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 انا ناكل فهاد الساعه هادي علاش ولكن بالتالي كندورها كنشرب شويه الشيح كنجرب ديك المسائل اللي ضد